في جمهورية الموس عندما يصبح الشعب إرهابياً والقاتل بطلاً شعبياً، عندما تزيف الحقائق وتتبدل القيم وينعدم المنطق، وقتها يصبح الشاب أشرف المتحدث الرسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الثعبان المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة الناس حائرون يتساءلون في جنون. الثعبان أشرف أين أكون؟ الحكاية باختصار أخواني أن الثعبان أشرف قالوا اتصال هاتفي من حوالي كم شهر كده. ألو مين معايا؟ قال لي معاك المخابرات العامة. خير يابا؟ قال لي الإخوان مش عايزين يجيبوها البر أشرف. عملوا إيه تاني ده؟ قال لي ورد إلى علمني أنهم يقومون بتدريب أحد كوادرهم بشكل خارق للطبيعي. قلت له خير يعني عايزين يبقى محلل سياسي؟ قال لي لا يا أشرف، المهمة أكبر من كده بكتير. قال لي أنهم يخططون الى اغتيال سيادة المثير الزعيم الركن الطبيب عبد الفتاح السيسي. قلت له مين؟ سيادة المثير؟ لا! لا! قال لي أشرف كان لازم ندور على حد يتصدى لهذا المخطط، ووقع اختيارنا على اكثر المصريين وطنية وعطاء. انت اللي هتتصدى للمخطط ده يا أشرف. قلت له سيادتك اي نعم انا شكلي مش طبيعي بس انا غير خارق للطبيعي. قال لي سوف يتم تدريبك يا أشرف. قلت له بس سيادتك من ساعة ما الدولار غلي والناس بطلت تستورد ملابس رياضية، هجيب ملابس رياضية منين؟ قال لي الجيش هيستورد ملابس رياضية. قلت له سيادتك ونفس المشكلة أنا ما عنديش أحذية رياضية. قال لي الجيش هيستورد أحذية رياضية. قلت له سيادتك بالنسبة للبوكسرات إيه؟ قال لي إحنا اشترينا سركة قطونيل يا أشرف. قلت له خلاص توكلنا على الله كده ما فيش مشكلة، اتفضلوا دربوني. قال لي لا يا أشرف إحنا ما بنعرفش ندرب حد. قلت له أنتوا استيراد وتصدير بس ولا إيه؟ قال لي أيوه يا أشرف، إحنا هنبعتك سنغهاي في اليابان تتدرب تحت إيد أحسن المدربين الكبار. وما إن انتهى الثعبان أشرف من فترة التدريب حتى ورد إلى المخابرات أن هناك حركة رصد غريبة لموكب سيادة المثير الزعيم القائد الركن المهيب عبد الفتاح السيسي. المعلومات المخابراتية يا سادة التي وردت إليني أن ذلك الواد كان يتتبع سيارة المثير بنظارة غير عادية تتبع بها أثر سيادة المثير. الواد كان بيطير يا اخوان، الواد ده كان متدرب تدريب عالي. بص الواد، بص الواد بيطير الطيره ما اقولكش يا محترم. وهوب شوف الواد، شوف الواد خرب الدنيا، خرب الدنيا. بس تقول ايه؟ الحمد لله ربنا حامي سيادة المثير. سيادة المثير خرم الاوتوبيس ونط من الناحيه الثانيه، العربيه عدت. ما اقولكش يابا، الواد بص شكله، الواد ده يابا تم تدريبه بأحدث أساليب التدريب، ولكن على مين؟ الثعبان أشرف جاهز. الواد ضرب ده عربية عشان تنزل على سيادة المثير، وهنا ظهر الثعبان أشرف. نعم يا سادة، لقد ظهر الثعبان أشرف. الواد يابا يبص للثعبان أشرف راح ضارب كرة حمراء، الثعبان أشرف يديله كرة زرقاء، كرة حمراء، الثعبان أشرف يديله كرة زرقاء. الواد مش عايز يسكت، هيج الدنيا وهيج العربيات. كرة حمراء الثعبان أشرف، قال لك لا اديله كورتين زرق. الدنيا هاجت يابا وزي ما انت شايف كده الدنيا كلها خربت. هوب راح الواد طاير في السماء. الثعبان أشرف يسكت؟ لا، ما الثعبان أشرف متدرب على طيرانة محترم. بص الثعبان أشرف وقفته، بسم الله ما شاء الله. هوب راح الواد يابا لابس لك حتة لبس كده وراح مغفل الثعبان أشرف واداله كرة حمراء. الثعبان أشرف ما كانش عامل حساب الكرة الحمراء يا اخوانا، بس الثعبان أشرف ربنا نجاه ونزل صاغ سليم. والواد يبص للثعبان أشرف وهوب وراح هوب نطت على احد شركات البترول الموجودة في تلك المنطقة. الثعبان أشرف بص على الولد وبص وراه، لقى ورا الواد ايه؟ بص يابا هذا الخزان، خزان كلور خام بتاع ام مروة. الثعبان أشرف بص للخزان بتاع ام مروة وراح حب ضرب الواد. الواد بيقول له ما جاتش فيا يا محترم. الثعبان أشرف قال له لا مش انت المقصود يابا، وراح الثعبان أشرف سايب نفسه ينزل في سلام. والخزان انفجر، قطع الواد ل 30,000 حتة. ونجا سيادة الزعيم المثير القائد الركن المهيب عبد الفتاح السيسي من هذه المحاولة الفاشلة، وتم تدمير هذا الهدف بنجاح بدون أن يصاب الثعبان أشرف بدون أي خدث واحد في جسده. عيل إخواني هيقول لك أمال اللي في وسط الثعبان أشرف ده ميك اب؟ لا محترم، دواني مروح أمين شرطة صفني في المترو فحب ياخد البطاقة فتنسنت معاه راح ضربني. هيروح طالع لك نفس العيل الإخواني يقول لك شوف الشرطة، شوف الشرطة تعمل إيه؟ ولم ينظر إلى نص الكوباية المليانة يابا. لقد استطاع هذا امين الشرطه اللي مش عاجبك ان يفعل في الثعبان أشرف ما لم يفعله هذا الرجل الخارق للطبيعي، وهذا ان دل محترم فيدل ان الشرطه المصريه متدربه احسن تدريب.
وما إن علم سيادة المثير شخصيا أن الصب أصرف هو من تصدى لتلك المحاولة الفاشلة حتى اتصل بالصب أصرف وقال أنا متذكر جدا يا صب أصرف اطلب أي طلب يابا. قلت له سيادتك بس لو تكلم القوات المسلحة الصب أصرف نفسه في كيس سكر محترم. قال لي لا أنت بتهزر أصرف، مش معقول واحد في وطنيتك وإخلاصك لتراب هذا الوطن وما يطلبش من سيادة المثير اللي هو عايزه وننفذ لك فورا. قلت له يا سيادة الرئيس، من دافع وطنية الصب أصرف ومن دافع حبه لتراب هذا الوطن اطلب منك طلب واحد فقط، ليس لي ولكن من اجل هذا الوطن. السب اصرف عايز عقد عمل سيادتك في الامارات او السعوديه، ان صلى في نيجيريا البلد هنا كح تراب. قال لي لا يا اصرف، انتظر قريبا مفاجاه من مفاجات سياده المثير لهذا الوطن. قلت له لا لا كفايه مفاجات، مش عايزين تاني، خليها ماسيه كده برضا ربنا. قال لي اصرف تحيا ايه؟ قلت له تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.